يا هلا ومرحبا استاذ. يا هلا ومرحبا استاذ بشار. يا هلا استاذ بشار. لاعبين احنا اليوم ما عندنا تمرين، الشباب عندنا تمرين، فالمتقدمين اليوم راحه. انا لابس راك سوت شان بره مبين واضح والله، ان شاء الله مو كثير يعني يتاهل مو تعالج. واحد وعدينا استاذ سافين، استاذ سافين تعال ابوي تعال استاذ سافين، تعال تعال على الفيل، تعال على الفيل، تعال على الفيل. يلا شلون الشباب؟ رسميا يمثلون النادي؟ نعم نعم رسمي. ناشئين شباب؟ ناشئين وشباب، ناشئين وفئتين، مرحلتين عليك فئتين، ناشئين وشباب يتمرنون. طبعا انا اشكر اداره النادي واشكركم كلكم، طبعا اعطيتونا من وقتكم احكي معاكم في بعض الامور المهمه. ايضا اولا بالنسبه لنا بصراحه الرياضه يجب ان تكون بعيده عن السياسه وبعيده عن الانتخابات وبعيده عن التدخلات، هذه بشكل عام. أنا باعتباري مسؤول بهاي الحكومة بالمحافظة من واجبي أجي وأطلع على كافة الجوانب المتعلقة بعمل النادي واستعدادات النادي، فوجودنا هنا هو من أجل الموصل، لأن اسم الموصل هو اللي يجمعنا كله. أنا الآن ما أعرف منو منين، من يا جهة يا عشيرة يا قومية يا دين يا مذهب، هذا مين بالرياضة، وهذا الشيء الحلو بالرياضة ويجب أن يبقى. من الرياضة تعلمنا كثير أمور، من الرياضة تعلمنا تتقبل الخسارة أيضا، والآن أكو كثير من السياسيين ما يتقبلون الخسارة بالانتخابات. أتمنى أنه كل إخواني بنادي الموصل وبالاتحادات في كل الرياضات يبتعدون عن الرياضة وعن المزايدات وعن الشخصنة، هاي الأمور كلها ترى ما راح تفيدنا إخواني، وأصلا هي تتناقض مع شعار الرياضة. طبعا أكو أفكار كثيرة أنه كيف نطور الرياضة، أفكار تتعلق ب الدعم المالي الحكومي وأفكار تتعلق بالدعم الاستثماري. أتصور إدارة النادي راح تقدم مشروع مناسب يتعلق بواقع حال النادي ومستقبل النادي أيضا. إحنا بالمستقبل نريد النادي يعتمد على نفسه، تمويل ذاتي، يسوي منشآت، دكاكين، عمارات، المهم يعتمد على نفسه حتى ما حد يأثر عليه. وانتم تعرفون بالعالم كله الأندية مملوكة للمستثمرين، استثمار هو كأي مشروع استثماري. المهم انه كيف احنا نستفاد من الرياضة في خلق التعايش السلمي وتعزيزه، وثانيا في انه كيف نستثمر مهارات الرياضيين الشباب انه يتجهون اتجاه صائب وصحيح وواضح. والحمد لله الموصل ولادة وأنجبت لاعبين كثيرين في كرة القدم وغير رياضات أيضا، ما حاجة نجيب طاري أي أحد، معروفين اللاعبين الدوليين للموصل وهم دوليين صاروا مو فقط للموصل، لكل العالم. نتمنى نشوف، وأنا يعني بالتأكيد لا أستبعد أنه أشوف من القاعدين يصيرون لواعيب ويكونون نجوم لامعين في العراق وفي خارج العراق أيضا. كحكومة نينوى أو مجلس المحافظة بالذات، لجنة الرياضة والشباب، احنا عندنا مشروع لدعمكم. بعد العيد إن شاء الله راح تكون عندنا جلسات متتالية
نحاول نخصص لكم يعني ميزانية سنوية لنادي الموصل. طبعا قبل أحداث داعش احنا قررنا وصادقنا على الميزانية وحددنا وسمينا نادي الموصل بالتحديد انه يجب ان يصعد الى الدوري الممتاز باي شكل كان، وايضا يكون مثل اربيلو مثل دهوك نادي متطور. والحمد لله على كل حال الان الفرصة مؤاتية موجودة، نبين للناس انه كيف احنا رفضنا داعش عسكريا واجتماعيا وجماهيريا. الان راح نبين لهم انه ايش قد الموصل واهل الموصل ونادي الموصل بالذات متشوقين في المجال الرياضي ومتشوقين انه يسعدون في الدوري الممتاز ويتبوؤون يعني بمراكز متقدمه. اخوان الموضوع مو انه انت تحصل على الكاس او تجيب الكاس او ما تجيب، ابد هذا مو مهم. المهم انه انت كيف صعدت، طريق الصعود هو المهم. اذا كان طريق الصعود سليم وواضح فاذا هاي المره ما تجيب الكاس المره بعدها راح تجيبها بدون مشاكل. هو هذا الاساس. احنا غايتنا مو فقط انه نشارك او غايتنا نجيب الكاس، الغايه هو انه يبقى اسم الموصل مرفوع في كل المحافل وانتم تمثلون كل الموصل. احنا كتبنا كتاب للاتحاد المركزي للرئيس الاتحاد الاستاذ عبد الخالق وهو صديقنا واخونا، وبالتاكيد راح يسعى ايضا هو لنا انه تشاركون بالدوري الممتاز، وكان هذا استحقاقكم يعني انتم تتصدرون الدوري يعني، فممكن شويه يعني دعم من قبل مجلس الاتحاد انه بقرار، وانا متفائل انه راح تصعدون بقرار من الاتحاد. يأتي بعدين موضوع الدعم بالنسبة للبنى التحتية وكذلك الدعم المستمر للمشاركة في استمراريتكم، وهذه جدا مهمة. في استمراريتكم عندنا منافذ معينة مالية مادية قريبا راح نحصل عليها ونحدد لكم يعني مبالغ معينة بيها حتى تستمرون. كل مجلس المحافظة كل الأعضاء موافقين على مشاركتكم وكلهم موافقين على دعمكم، والكل موافقين انه الموصل تمثل كل نينوى، وهذا جدا مهم كان لان اكو غير اندية ايضا وغير وحدات ادارية وغير، ولكن الكل متفقين على الموصل. مجموعة من اللاعبين يظل يحتاجون رواتب شهرية، فاحنا كل الحكومات اللي جت السابقة كلهم كان نركب مبدا العقود مع اللاعبين مع دوائرهم، ناخذ قسم يعرف ساعة شهرين، ناخذ قسم من اللاعبين على الكهرباء، ناخذ قسم من اللاعبين على البلدية يعرف ساعة محمد. ما حدا محافظ على الموضوع، ما في مورد مادي للاعب، يعني اللاعب يتحمل قسم القطة من روح من جاي من سفره. أرضية ملعب تجهيزات ما عنده كرات أسا كرة مرمبيات لا أربع كرات خمس يعني شغلات تجهيزات كاملة، عندنا أرادنا معسكر تدريب الرياضية وتكون يوفرون لنا أرضية مع الملعب. انت مين جيت من بيتك وين صار؟ حي صدع. بيت جيت لي هنا؟ كيوة. مين تاخذ دعمه؟ يجي مشي احيانا. مرات يجي مشي. يجي مشي. من البيت ياخذ؟ يجي مشي. مرات يجي مشي. يعني اللاعب يجي مشي على مود يحضر. منطقه هنا وتياتا كوتا. يعني اصلا شغله التجهيزات التجهيزات مال اللاعب كرات السماء عندنا كرات يعني كرات عدد قليل. كرات عدد قليل. ابسط شيء ليش؟ احنا ثلاث كرات لهذا العدد. من اللاعبين يعني مثل لاعب نعم نعمل بالممكن بس عندنا طموح للمستقبل. هذا 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 انا ادوات تمرين جلسات جلسات قدم استاذ سياره ايش امانه راح اذا سياره مثلا سياره مثلا اجروها اهم من الملعب واهم من الاداره ديابو يا استاذ اذا ما عندنا نركب فيها نخلي بيها غاز ونوصلنا للملعب وترجعنا اذا على اربيل او على سليمانية نفس اليوم نرجع سيارة اجروا سيارة ما مشكلة شوف انتم ترتبون اموركم اكيد احنا نطمح للاستقلالية بالمستقبل يعني نطمح للاستثمار بالمستقبل. زارنا السيد رئيس مجلس محافظ نينوى السيد بشار الكيكي للاطلاع على اوضاع نادي الموصل الرياضي، وقمنا ب
يعني اعطاء معلومات عن وضعيه النادي الصعبه من حيث المبنى المدمر وكذلك وضعيه ملعب النادي وكذلك ايضا وضعيه اللاعبين الصعبه ويعني الدعم المادي والدعم المعنوي وايضا احنا حكينا له على وضعيه يعني وضعيتنا احنا كمدربين الصعبه وان شاء الله يعني وعدنا خيرا.